السلام عليكم ومرحبا بكم حبوباتي، نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبته لكم اليوم. اليوم حبوباتي راح نشارك معكم فيديو خفيف ظريف، واللي هو رحت للعرس وقلت ما عليا الا ندي معايا اخواتاتي، ورايحه نشارككم كامل وش لبست. والعرس هذا خفيف بالبزاف وفات بزاف شباب. اول حاجه البنات هنايا ديما كي يكونوا رايحين للعرس نديروا بروغرام واش رايحين نلبسوا. كيما راكم تشوفوا هنا انا بغيت نلبس هذا القفطان، كيما راكم تشوفوا لا كولور تاعو جايه كاسيس، الفوقاني جاي هكا لورغونزا كامل معمره بلي فلور، وتحتانيها جاي هذاك القماش اللي شويه خشين. كيما راكم تشوفوا هنا لي مونش تاعو جايين ترونسبارون، فيهم هكا لي فلور مع لي زيستراس كيما راكم تشوفوا هنايا، جاي بزاف شباب في لبستو. بغيت نلبس القفطان باسكو ماهمش عارضين بزاف، شغل العرس غير في الدار، والحنه تاع عشيره يعني هذه الفاميليا تاع الزوج تاعي. قلت نلبس قفطان هذا ومانيش رايحه نبدل، ومام بدا يبرد الحال قلت ما عليا الا نلبس قفطان، ما نقدرش نلبس سواغي ولا نايلي ولا باسكو بزاف عريانين، ومع برود الحال على بالي بلي راح نبرد. المهم البنات هاي لكم لا سينتور تاع القفطان، وهنا البنات درت معاه هذا هذو المناقيش او لي بوكل كيما راكم تشوفوا. هذو انا شريتهم دوغي ولي بيغ تاعهم كانوا بلون. من بعد كي درت جبت فيرني ولونت هذوك لي بيغ اسورتي مع القفطان. هذه كفكره باغ اكزومبل يكون عندك دي بوكل ولا كولور تاعهم بلون، ولا تحبي ديريهم فيغ ولا بلو، غير برك بالفيرني تقدري تغيري لهم لا كولور. درت مع هذا البوشيت كيما راكم تشوفوا جاي لا كولور تاعها دوغي، مع هذا الصباط اللي كنت درتو في التصديرات تاعي، يعني درت انا ارجون ودرت هذا دوغي، ودرت صندال بلون تاع لا روب بلونش، ودرت واحد غوج لبسته مع لا روب كابيل. المهم البنات هنا بعد ما وريت لكم القفطان راح نوري لكم الملايا اللي راح نلبسها. راح نلبس هذه الملايا تاع البرنوس، خرجوا شحال عندهم هذه. انا منين شريتها حبيت نشريها سامبل نوار في نوار، باسكو لقيت نوار بالدوري ولقيت نوار بالارجون، قلت نجيبها هكا نوار سامبل وجايه ترونسبارون، يعني منين تكوني لابسه حاجه تبان كامل واش راكي لابسه. المهم البنات هنا فيها هاد العفسه منين يخرجوا اليدين تاعها. ما عندي برنوس غرزت الحساب، مي ما حبيتش نديرو باسكو ماهوش عرس كبير، غير حنا تاع شراء وربي هنيها ان شاء الله. المهم حبوباتي بالنسبه لشعري كنت كوافيت غير في الدار، درت مكياج خفيف ما حبيتش نكثر بزاف. من بعد البنات هنا وجدت روحي سقمت روحي، وهنا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما وجدت روحي هنا انا راني انا وحماتي. شوفوا هذوك لي بوكل كيفاش جاوني مع هذاك القفطان مع هذيك الملايا تاع البرنوس، درت تاك نواغ باش منين نوصل ثم نح الملايا. وهنا حبوباتي بعد ما وصلنا للعرس كان الوقت مع 12 ولا 12 ونص هكا قريب الوحده. المهم حبوباتي كيما راكم تشوفوا قعدنا غير شويه من بعد تغدينا. هنا بالنسبه للغدا كي تغديت كامل ولينا قريب نكملو، تفكرت قلت او ما شاركتش كامل حبوباتي وما وريت لهمش الغدا. المهم البنات هنا راح نشارك معكم الطابله، كنت نفطر فيها انا وعجوزتي واخواتات الزوج تاعي. هنا بالنسبه للفطور كانوا داروا لنا حريره هي الاولى مع سلطه وفلفله، هما يقولوا فلفله حنا نقولوا الحميز. من بعد حطوا لنا لي بول تاع اللحم مع طرف تاع اللحم يعني مثوم مع لي مخصو تاع اللحم. من بعد هنا في التالي يعني قلت لكم انا غير في التاليه تفكرت حطوا لنا هذا الدجاج مع الشامبينيون مع الزيتون واللحم الحلو. وهنا كيما راكم تشوفوا البنات ابدا العرس، يعني ما داروش موسيقى بزاف ولا دارت غير مع الشده، خطره الاولى العروسه دخلت بالشده داروا الموسيقى في الشده، من بعد حبسوا كامل شغل قاعده تتصدر غير هكا قاعدوا يزغرتوا لها وكامل. الناس اللي راحت عندهم جايين اخوه ما بغاوش جايين ملتزمين ما بغاوش الموسيقى. مي الحاجه الشابه اللي عجبتني يعني باش يفرحوا رواحهم، ماشي شرط بالموسيقى تفرحي روحك، قعدوا يغنوا برك بالهضره. رايحه نشارك معاكم ونخليكم تسمعوا برك البنات. هنا راني نوري لكم في القفطان كيفاش جاني، شوفوا البنات دوارتي راه حالتها حاله. المهم البنات هنا كما كنتوا تشوفوا القفطان تشوفوا كيفاش جا، درت مع هذا البوشيت. هنا رايحه نخليكم تسمعوا العرس. Ich bin
بوجهي. البنات بعد ما كملنا العرس رانا رايحين للدار. العرس فات بزاف شباب بزاف بسيط. نقول للعروسة ربي هنيك وربي يكمل لك بالخير وربي يرزقك بالذريه الصالحه وكامل البنات اللي ماهيش متزوجه نقولها ربي يرزقك بنص الستره واللي في خاطرها الذريه ثاني نقولها ربي يفتح حزامك وربي يعمر حجرك. المهم حبوباتي كيما راكم تشوفوا هنايا راح هذا التاتواج اللي درته في يدي يعني هو تاتواج بالخف يتنحى غير تمسحيه بالماء رايح يطير. شوفوا البنات جاي بزاف شباب درت هذا القلب في يدي. المهم حبوباتي نتمنى الفيديو كان عجبكم ان شاء الله ربي ما يكونش ثقيل عليكم. اللي اول مره تشوف قناتي ماذا بيا دير ابوني وتفعل الجرس باش اي جديد يوصلها ومشاركاتي حبوباتي. نقولكم الى فيديو اخر يا ربي انصيبكم بخير. سلام.